10 أعوام مرت منذ أن سيطر تنظيم داعش على سنجار بمحافظة نينوى، قبل أن يتحول القضاء إلى ثكنة عسكرية تحتلها ميليشيا البيكيكي بإسناد من ميليشيا الحشد، التي وفرت لعناصر حزب العمال الكردستاني الدعم اللوجستي من سلاح وأموال ورواتب ضمن موازنة الحشد السنوية. بحسب العضو السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية شاخوان عبد الله، وهو ما أكده أيضا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيراز قاسم، استمرار حالة الفوضى في سنجار دفعت بسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس زايلر للمطالبة بإنهاء حالة عدم الاستقرار في القضاء وإيجاد حل جذري يتيح عودة المهجرين وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية كالكهرباء والتعليم. من جهتها اتهمت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل حكومة السودان بعدم جديتها في تنفيذ اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل عام 2020 حتى يتمكن النازحون من العودة إلى مناطقهم، مؤكدة أن 70% من أهالي سنجار ما زالوا يعيشون في المخيمات بسبب انتشار الميليشيات في القضاء. أما مسعود برزاني فقد دعا جميع الأطراف للتوقف عن استغلال معاناة سنجار لأغراض سياسية، وهو ما بات يعقد الأوضاع بسبب المساومة السياسية. نحو 7 أعوام مضت منذ أن استعيدت السيطرة على سنجار، بينما ما زالت المباني والمنازل مدمرة وخالية من السكان الذين يقطنون منذ أعوام في مخيمات داخل كردستان العراق، وهو ما دفع بنحو 100,000 من سكان القضاء للهجرة خارج العراق بعد يأسهم من تحسن الأوضاع وإنهاء وجود حزب العمال الذي يتمتع بنفوذ قوي على الرغم من تصنيفه من قبل حكومة السودان كمنظمة محظورة، وهو قرار على ما يبدو وفق مراقبين مجرد ذر للرماد في العيون ولا تطبيق صريح له على أرض الواقع.